كريت دخلوا حلوا الباب دخلوا والله ما خلوا تشنا تاع صاحبي الشغل ديالو ارحم والديكم. السلام عليكم اخاي العزيز. هادشي هذا راه مصيبه كيوقع الناس رزقها كيمشي حشومه عيب وعر. خصو يكون الامن، خصو يكون الامن حاضر في الصباح في العشيه. ماشي الشعب تدخل مع 8 حتى الامن يدخل ينعس مع 8. الا الشعب دخلت السوق والراجل مسكين هما جاو حفروا له شي تصباغه، جاو حفروا له، جاو صبغوا هنايا في هذا المحل ودرسوا الخطه موراها رجعوا حفروا له من الظهر دليهم وداولوا 4 مليار كامله حشومه. هادشي هذا في هاد العواشر دابا وحشومه، واللي عنده ما نديولوش واللي ما عندوش الله يرزقه. علاش حنايا نحطوا على اللي عنده ضرور؟ اللي عنده راه ربي عطاه، واللي ما عندوش راه ربي ما بغاش يعطيه. خصو يصبر، راه يقدر الا صبر ربي يعطيك. علاش عم نسرقوا بعتيس؟ هادشي هذا راه رجع كيخلع. حوايجك ما تسقش فيهم، بقى تباقشهم دائما. عندك ما التليفون ديالك الاخرين ما تجبروش، والله يصبروا والله يهدينا لبعتيتنا. دابا فين هما؟ راه الكاميرات فين هما؟ راه الكاميرات ضد الدوله، وعلاش ما جبدوهمش؟ علاش ما قادينش على هادشي هذا؟ قادين يجيبوا بنادم طرياف مضى، بنادم مسكين سكران زيد، اما باش تشوف اللي كيسرق ما كيقدروش. علاش كلشي كيسرق؟ والله يرحم والديكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.